ها هي عائلة بولدية في زيارة لمسكنها الجديد وسط إعجاب كبير بهذا البيت وفرحة كبيرة باستلام شهادة الاستفادة. فرحة كبيرة والحمد لله قد احنا نستنى وهذا ونسهل ربي احنا مبروك علينا. احنا من 2013 تمسين احنا نستنى والحمد لله فرج علينا ربي دروك الحمد لله والشكر لله. العقوبة اللي مازالوا مداو ان شاء الله يسكنوا ربي ان شاء الله يحفظ بلادنا. الفرحة نفسها عاشها مكتسبو صيغة عدل أثناء تسلمهم مفاتيح سكناتهم الواقعة ببلدية ميلا. دومينا فالوحدة وعانا بزاف الكرا هذا يا خويا والحمد لله اليوم فرجت علينا. اليوم الحمد لله استفدنا والحمد لله من الساكن والحمد لله والعقوبة للناس اللي مازالوا ما استفادوش إن شاء الله. ما تقدرش توصف الفرحة هذه راهي وعلى بالك وعلى بالك كي تكون فرحان بزاف ما تقدرش تعبر. يتم اليوم توزيع 213 سكن من نفس الصيغة على مستوى بلدية ميلا وهو جزء من حصة 796 سكن التي لا تزال في طور الإنجاز. وينتظر تسليم الشطر الباقي من مشروع 796 مسكن لصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السنة الحالية.